السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. خوش كبران قدر جيران. ام هاتين خلق اكادي ترش برنامه ما بريكاناش بركنا صورت الكهف دگر ما مصاب سربرش تمام ما مصاب فات علي هر واسه خوش كما و ما مصاب منتهى مدى شفيق هجان بجنا بريكانالي هديار خصن جدايد از جهه قلم انسان سن قران پفكاري دگر كانال خبير تي في و ام بيره حوال هندي بيني كو بريكانه هنيل شوان اكشم و سيشم او پنشم سرشاشا كانال خبير تي في دم جمرده شوي تيتا پيش كشكرني جبر نبين ادمي ام دي برف پشك داريت خو بچين بس هر دم ام دي بيره حوال تشتاكي او شاف جرام دي آيات اكا قرآن بيجن كو الله صلات قرآن داد بيجتن قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد ان قرآن ما نويت شيا شيطان هندك مروفا چد بيجتن اي ربي ما اي خداني ما ما اف مروفي هاني سردا نبر بي ما تغيانا كر بي بلي با هما او بخواب خواد دلالي اكو سرداشون اكا دير دبي انكو هندك كاسيت هين دجاتيا في قرآنيت كنو و ديري هدايات ورناهيا افي قرآنينا جبر هندی هندک مروف نکات وی رمضانی جدا چه تاثیر نوانا نبیه کاجوری رمضانی چه آبین اوی رمضانی دا شیطانی تادی نگرفت نجی بلکو نفسی توانا پیسن و بر توانا دنه گنه و دجاتیا اوی قرآن پیروز ام دی برای پشکداری خواه وچن اگر حاضر بن و علیک السلام و رحمت الله و برکاته بخير هاته؟ يلاك بخير هاته خاف دين ياسي؟ نوفي من دوت حسن عبد العزيز البولو جوري ما شاء الله بخير هاته دوت عمل دريش بيش شاء الله تا قرآن خلاص كده تاخدم كده؟ بلا صحة خواش دي دوت ام دي دس بيكين آيات هنوز دي سيدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة وهذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا سحات خوش سحات خوش داود ما شاء الله عامر دريش بي سؤال دي طريقة بنجيبك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ما شاء الله عمد ليش بدأ
آيات 103 سيدة. بلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ما شاء الله عمل تدريش كيف دايبا بالتبع دخل دايبا بالتمازن قلت إن شاء الله ولا همي زارب شغل تبع ما شاء الله سعادة تخش قلنا بخيرات عمل دريش بإن شاء الله ما داس بيكي بانسان دكير سيدا عني هندك ديري هداية القرآن هنا بتشيكي تواقبانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خدش ترازي بدي إن شاء الله بس خب ده نیاسیم بو بینراو نامم سنور عباس از پولا دوزده خیر هده سنور سرچوف گلب خیر هده سنور سیارا ای که ما بومش دست پیکی بخوینه دست پیکاوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا موفق به إن شاء الله سيارة دوي آيات السيدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. سورة الجمعه آيات 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا للكافرين جهنم نزلا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صحتها تخش بس جزاك الله خيرا هذا قالك جنبي بارك الله فيك دخيرة تمازن كده إن شاء الله شک داری دیو لا کرم کت و علیک السلام و رحمت الله صحت خوش خیر هاته؟ خواب دنیا سی؟ دنیا سن نبوده؟ نوویم دونر حسن عبدالعزیز پولو دوه گلاب خیر ها دیدانه احمد دریج بی انشالله بسیار آیگی آیتا بیست بسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صحت خوش سؤال دوية بسيارة دوش آيات بينجي ودوية بلديجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم
بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. بسیاری همچنان آیاتا دمایی که بسیار دمایی که آیاتا پنجوسی فظنوا انهم تو چهات خوینه؟ فظنوا انهم واقعوها عفی است حتی تا خوش ماشاءالله. آیاتا نوتو دوی سیدت عزیز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم اتبع سببا سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس حتى إذا بين السدين حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على آذانهما تخلت قبل إجابة قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ما شاء الله ما شاء الله عمر دريش بدنا عمر دريش بي إن شاء الله جل بخير هذا دانا لبركة بخدمة الله جل بخير هذا بشك داري دي بلا كرم كت عليكم السلام ورحمة الله دف صحت خوش خیر هاته خواب دنیا سی خیر هاته یحیا سر جواب آیا تا پنجی سیده بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما لهم به من علم ولا لآبائهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهما إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أم حسبت أن أصحاب الكهف
والرقيم كانوا من آياتنا. تخلط آياتك هلا النفر اللي بزفرة فلعلك شرك فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا على قلوب إنا جعلنا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية آمنوا فقالوا ربنا إذ أوى الفتية آمنوا إذ أوى الفتية آمنوا إذ أوى الفتية إذ أوى الفتية إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. نعم قبل جمال. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من رحم آتنا ربنا ربنا من رحمته ويهيئ لنا من أمرنا رشدا. بس حتخش أو سورة بس يحيى آياتك إلى النفر آياتها هشته وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرسا تاويلا نفرة عناب. سؤال دو يحيى آياتا بينجي وشاشة بما تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويلبسون ثيابا خضرا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وينذرين مما فيه ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. سؤال دماغي سيدة سؤال دماغي بخينا آيات نوتونه سيدة دي الله دلی خواب خونه تمام شرم نکن سکه دارو برید خواه مسری خواب جامینه هزر که تو تنید غرفه اما بخاطر شیطانی رنجیم آیت صدونه و ترکنا بعضهم یومئذ یموجو تمام یموجو فی بعض آیت نوتونه و ترکنا بعضهم یومئذ یموجو فی بعض و فی بعض و نفی تمام و نفق فی الصور فجمعناه جمعا صحات خوش ونفق في الصور فجمعناه جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا إن الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون السمع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء عبادة فتحة أخيرة نجيبك أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء وما كان منتصرا. لا أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. صحات أخواش يحيى عمر دريج بي إن شاء الله يحيى تلوش بربي بس تشير ما دوان خاكر تشير مكلا ما تشير خيرا دايبا بالتجيب الميسا عمر دريج بي يحيى يلا بخيراتي يلا بخيراتي أجمال كردي واصلا بقير سيدا صحات أخواش بشك دوري دي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا بخيراتي خب داني ياسين بو بينا اسلام عبد الحكيم خيراتي برا اسلام عمل تريش بي ان شاء الله بصيرك يا آياتان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم تهلا نور جلك ها أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بلى. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا رب السماوات والأرض موسى ناشن مساعدات أجيب كنا ما ترسل شيء بني تجد أكيدات نافرة بس فاتحة قورك ضمة بعد بس قالوا ربنا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا سؤال دويش آيات تشلو ششبو بتمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر حرف كلا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آتوني زبر الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
آتوني زبر الحديد حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا فراق بيني وبين قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي حقا نه تدرس گو باست دمائی گو بجرد فإذا جاء وعد ربي حقا تدرس گو جرد عودی باست دست بکو آیت بزرد و قال هذا رحمة قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا يعني كتوري نرس طيب جعله دكاء وكان نتنوين تماما بلى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا أفحسب الذين الذين كانت أعينهم آيات بريوية ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ما شاء الله صحت أخوش حمد لله إن شاء الله تعالى خير دايبا بالتاجي مظلم بكت أو زحمت أو وفدا صحت أخوش قال لهم خير في هذا الإسلام سهر شابا بشك دورك دي ما هيا مرحبا بله بلا کرم کت بخواهر اخوه که دار کلم خیر آده خیر آده حالا رفا بسیاره که پل بجیره بسیاره که پل باشه دبو بینه را خواده نیاسی بینم دف خوشکا اون طرف تو گله گله بخیر آده ايه خب دنياسي اسكي حمد رمضان بله خطها بيد وزيما خد التوفيق خطها بيد ان شاء الله كلا بخير هاتي برا عزيز الصوت كيف مش بله بله تأكيد تأكيد انو كده ديار بيت ان شاء الله بله بله آية تابستنا يا سيدة بله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ لبس فرام حمد آيات وقل الحق من وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتدنا إنا أعتدنا للكافرين
إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. دوز. أمي السؤال دوشتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو آيات أتشليك أي محمد؟ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ويوم يقول نادوا شركاء إعادك بس هو يتمي هو خير ثوابا وخير أملا لا وخير عقبا درست ها وخير عقبا بس هذا يبدأ وخلاص واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. هذا التفاح جزاك الله خيرا. محمد دو ملاحظة جارية يا إيكي سؤالي إيكي زباشي بتاكيش تاكي متى عندك يودي كير دبيرة ببينم خانواتانا که گل الا وقت تجویدات باش بد اف وقت بیشن ستایلی تا گل اک جانه ها بس تجوید درست بد اول لحظه ای که نه همی حرف چنا بودو گیران که قلب که یعنی مثلا و اما الغلام فکان مثلا چنا بد بس خصا باطن قیضا که تو علم تجوید تنا بودت بیشن تأکید مانا بس هفت حرف تنه دی قلب خوینی گیران که بدی همی سوی کن تمام او ملاحظه ای که عام بوده و همی بینه را قرآن خوینا یادی سوال ای که تا خلط بر بی انتو خلط پی بچه اینا الذین آمن و عمل الصالحات اینا لا نضیع اجر من احسن عملا اولئیک لهم جنات عدن تجری من تحتهم الانهار یحلون فیها که تمام که بی يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا بل يدي إن واضرب وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا صحات خوش جزاك الله خيرا بس تجدي بخنا يعني استويلته بوغوتين راستي جالك جانا صحات خوش خدي خيرات مازن جالك خيرات محمد بشك دارت ماجي خلاص بنار ترزار بس دي بريم دماهيك بنين دي تي بينيه كي بيجنوا اكر خدي حسكت افيت طبعا بشك دار ما بد خوان نفسين وبشك داري نكري جاري اي كي ام دخزالي بوري نجي هر چنده سيد اسي جيت وانا بين بله مزا هر خلقه كي هفت آن هشت دوره هفتا بي تقريبا دو آنسی نت هاتن طبعا نسی جنوانه بس هم دی بیشین چکی هندک شوان سیدار او در خاضری بورینی ها چیه هندک احتمال تأکید نزانی که چینا بود ایدی دوران خلاص بله. دا تلفونه که سیدار پادرست از خلقا بید بیم او هنگی چینات بید چکی در حق هنده دی اید سلطنه و شکدار گلک راستی گلک خانه ویسی بیش پینجا تقریبا زیادتر خانه ویسی بی یعنی خلقت ما وقت ما تحدید کریه یا ای که در خاضری بورین شواند کین هرچند دوباره کین دست بگی سیجتوان بله چیکی نتادن یادی خوش برات رزار اف مرحله ای که خلاص بی اگر خود حسکت بیمرن افریکا پنجشنبه یک شنبه بعد دی طبعا تقریبا سیدات چلو تشتکا شک داری کرد شوان چلا ام دی بیستا حل بجیرین او بیستا دی دابش بن بو پنج خلکا سیدات چارا عفوان چارا هر خلکی اگر خود حسکت دیف وقتی دمیند دی پنجکا دین ره يعني نو كام دشني كا وافير يخينه او تشل دمينم بيس ان شاء الله وقت نوفت وات خوينن طبعا دي راجعين بني الشاشه ابي نوفت وات كي تليفون اجي كان دي راجعين وقت مثلا اكشا ما بي بون مونا كا دورا كيو كي هاف فيت بشكدار يعني بيم بشكدار يمكن كا دي حقي وانا صوجت يعني دي ديف دوتش كيش بر خلك دي باشي مجال نوبت ابا بي ملاحظه ما فيا مرحله اي كي تشو اگر خدا حسكت 20 دي حل مجرين بس 5 كاس یک شنبه دی اینا کرد خود حس که برای آگه شناوت خواه بنو تلفون جاخته بود کن دا یعنی بیشن غایب نبن حاضر بن اکر خود حس کرد سیدا وقت چنک ها چکه وقت دمایی که مرحله دمایی یا اولی دمایی که هات اما من حس کن سیدا و که هستم تلفون آنها نکن یعنی بلا دادی آنهاش من نمیندن ای طبعا وانی اول احتمال هست سیدا تا بیرا میگنا همه بو بینه را بو همه طبعا بپشک داریت کن
خدي قال جرى حتى همي مسابقة يعني هن احتمال الزانة قلتوا مسابقة بس أكيد شيء نافخوي من محلي من شيء نيف دولة دي من سيدا احتمال بوينت أنا بيجي عندك أكيد بس سيدا والله ما تشخلا دينا كيرن بس ما في منا بس سيدا راستي أم تجويدة يعني بجني سواد سرد يعني قلت خلا إنك هشتى درجة سرد قال جن 20 درجة تاني أحكام التجويدة ووقف ابتداء وأف تشتى دي بتكون جريدة بصفات ومخارج عامة تجويد 20 درجة احتمال هيك جوان يا غوتي براستي وهمي سركفتينه وداخذ لي بولين كي تشكي هند احتمال بوينت اوبشن بيشاي غدو يعني دليواش ما نمت امده تقييمه خاكين داف خدي ان شاء الله وان خلات خويا هيو داف خدي همي سركفتينه ان شاء الله بلش ان شاء الله هما يا مدفيت ام بيجنا وان شاء الله دايت روجيري قابل المجد دايت خبي بهرنا كن والله تعالى شو هبي راضي بتو ان شاء الله سيدي غوتي هين البهش سي نهر خلات خو ورغين ان شاء الله والسعاده اگر خوش كما موسى منتهى من الشرف شتكابتن والله شي تخزه سركفتن بوان هم بشي دارت كم افدكو خولاكيت قال ما دا بشي دار بين بلا مش بينا كن ابي هريره راضي بينا خدي اللي بنت بيشت او كاسك قران بخوينت رب العالمين بهنا يفرهد كت وبركات تاخد مالت واندا وملياكات مالت واندا اما داد بن وشيطانش مالت واندا تكافن او مالا كو قرآن بلوست دانات خاندن بهنا اهلا ومالا طانجد بد وخير شوي مالا دات كافت وملياكات خدت على جيل اما دانا بن هروسا شيطان دو مالا دا اما داد بن بجابي نهاري ترزدان رزدار هندي كا قرآن بلوزة بد اگر سفرازی و افلاح ما دین و دنیا اخرت اف بشک دارید گلمت بشک داری کلین انشاءالله اگر خواه در باس نبن بخولا دید ریجی وان قرآن یا کلید دلت خواه دا ازنها خود اجر وانا الاخرات هی انشاءالله حتی خلا کابید ببین الخیر والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته